أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب 31 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى قوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. في بداية هذا الربع يلقي كتاب الله الأضواء على معلم حكيم كان معاصرا لموسى عليه السلام، فعقد الرحلة إليه موسى ليتلقى عنه ما آتاه الله من العلم، ويكشف كتاب الله النقاب عن تأويل تصرفاته التي أثارت دهشة موسى حين واستنكاره حين آخر. ففيما يخص السفينة التي خرقها وقلع لوحا من ألواحها في غفلة عن أنظار ركابها أثناء ركوب موسى معه على ظهرها، يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفيما يخص الغلام الذي ضرب رأسه بحجر حتى دمغه فقتله وموسى بجانبه دون أن يشعر بذلك أحد من المارة، يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفيما يخص الجدار المائل الذي كان على وشك الانقضاض فسواه فاستقام دون أن يتقاضى عليه أجرا رغما عن إلحاح موسى، يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم يعقب على ذلك كله بما يدفع كل اعتراض على أعماله أو انتقاد لتصرفاته، فيقول لموسى: وما فعلته عن أمري. وهذا التعقيب يؤكد ما وصفه به كتاب الله في مطلع هذه القصة، إذ قال تعالى في شأنه: فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وإذن فكل ما فعله إنما فعله بوحي من الله وعن أمره. ويحضر للذهن هنا قول إسماعيل الذبيح لإبراهيم الخليل فيما حكاه الله في قصته: يا أبتي افعل ما تؤمر. ومن لطائف التفسير المتناقل في هذه الآيات ما نقله القرطبي من أنها كانت حجة على موسى لا حجة له، ذلك أنه لما أنكر خرق السفينة نودي: يا موسى، أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، وفي قوله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني.
ولما أنكر القضاء على الغلام نودي: يا موسى، أين إنكارك هذا من وكزك المصري وقضائك عليه؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولما أنكر إقامة ميل الجدار دون اقتضاء أجر عليه نودي: يا موسى، أين هذا من رفعك حجر البير لبنتي شعيب وسقيك لهما دون أجر؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ومن المفيد في هذا المقام القضاء على بعض الشبه والأوهام، ذلك أن الاعتراضات التي اعترض بها موسى على تصرفات صاحبه إنما لم يكن لها قبول، لأن تصرفاته صدرت على مقتضى ما أوحي إليه من عند الله ولم تصدر منه عن رأيه الخاص ومحض هواه. ولا غرابة مطلقا في أن يحكم النبي بمقتضى الوحي الذي تلقاه، ولذلك لم يعد عمله خروجا على شريعة موسى عليه السلام، بل أقره موسى في النهاية على تأويله وفارقه بسلام، اقتناعا منه بقوله دفاعا عن نفسه: وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لكن في حالة ما إذا أكمل الله دينه وانقطع الوحي الإلهي بالمرة وختمت الرسالة إلى الأبد، كما هو الحال بالنسبة للرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات إذ لا نبي بعد نبينا ولا رسول، فإنه في هذه الحالة لا يقبل من أحد من المسلمين مهما كانت درجته في العلم والصلاح أي قول أو فعل مخالف لنصوص الوحي الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله. فنصوص الشريعة حاكمة على ما سواها ومهيمنة على ما عداها، وكل ما يصدر عن الناس من الأقوال والأفعال لا بد أن يوزن بميزانها، فما وافقها كان مقبولا وما خالفها كان مرفوضا. ومن هنا كان كل ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا لا يعتبر حقا في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، حسب ما نص عليه الشاطبي في الموافقات. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أخرى سأل أهل الكتاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قصة شخص يطلق عليه لقب ذي القرنين، كما سألوه من قبل عن قصة أهل الكهف التي ورد ذكرها سابقا في هذه السورة نفسها، وكما سألوه أيضا عن ماهية الروح حسب ما ورد في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح الآية. ومقصودهم من هذه الأسئلة وما مات لها هو تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وتحديه، لأنهم يعرفون أنه النبي الأمي
الذي خاطبه ربه قائلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يعجز عن الجواب أو يجيب عن سؤالهم جوابا غير مطابق للصواب، فيتخذون من ذلك ذريعة للطعن في رسالته وإبطال نبوته. لكن الله تعالى يأخذ بيده ويمده بمدده، وفي ذلك يقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو عليكم منه ذكرى، غير أن لقب ذي القرنين الذي يظهر أنه لقب مشترك بين عدة أشخاص لم يطلقه كتاب الله على الأسكندر المقدوني اليوناني الأصل والوثني العقيدة الذي هو أحد من اشتهروا بهذا اللقب، بل هو شخص آخر تحدث كتاب الله عما آتاه من نصر وتمكين حتى امتد نفوذه من المغرب إلى المشرق. ونصت الآيات الكريمة على إيمان ذي القرنين الموصوف في القرآن، إيمانه بالله واليوم الآخر، وعلى قيامه بواجبات الخلافة عن الله في الأرض أحسن قيام، بدليل ما ورد في سياق قصته حكاية عنه. قال: ما مكنني فيه ربي خير. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وبدليل امتنان الله عليه وتنويهه بشأنه، إذ قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. والتمكين والتوفيق إنما ينالهما من عباد الله الصالحون. وبدليل تفويض الله إليه أن اختار من أساليب الحكم ما يراه مناسبا لمصلحة المحكومين واستعدادهم، إذ قال تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ حسنا. وهذه الصفات في مجموعها مما ذكره كتاب الله لا تنطبق على الإسكندر المقدوني بحال، ولا يدعيها له أحد من مؤرخ الدول الذين تعاقبوا عبر الأجيال. والآن فلننظر إلى ما يتخلل هذه القصة من مغزى عميق أو معنى دقيق. فقوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، بعد قوله: إنا مكنا له في الأرض، إشارة إلى أن التمكين في الأرض أي أرض كانت واستقرار السلطان فيها إنما يتم عند توفر الأسباب والعوامل الضرورية له. ويفهم من هذا أنه متى اختل سبب من تلك الأسباب أو عامل من تلك العوامل وقع من الخلل بحسبه وعلى قدر أهميته، وعلى رأس تلك الأسباب والعوامل الإيمان بالله وإقامة العدل بين الناس ومقاومة الفساد وردع المفسدين. وهذه الأسباب والعوامل كلها توفرت في قصة في ذي القرنين طبقا لما حكاه كتاب الله في قصته. وقوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وجدها تغرب في عين حمئة، إشارة إلى ما تراءى لذي القرنين عند غروب الشمس كأنها تغرب في عين، وهذه العين حمئة داكنة اللون لما تجمع حولها وأحاط بها من الطين والأعشاب، على غرار ما يتراءى لراكب السفينة في البحر أو للواقف على شاطئ البحر من أن الشمس تغرب في الماء وراء الأفق، بينما هي في الحقيقة إنما تغيب عن مكان لتشرق على مكان آخر، وهي لا تفارق فلكها الخاص أبدا.
وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا إشارة إلى السياسة العادلة التي سار عليها ذو القرنين في حكمه، مما مكن له في الأرض وجعله موضع الرضا عند الله والثناء في كتاب الله. وهذه السياسة كما رسمتها الآية الكريمة تقوم على تشجيع العمل الصالح ومعاملة أهله بمزيد الرعاية والعناية، وعلى مكافحة العمل الفاسد ومواجهة المفسدين بالعقاب الرادع في الدنيا مع الوعيد بالعذاب الأليم في الآخرة، عذابا نكرا أي عذابا غير معروف ولا يخطر على قلب بشر. وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لم نجعل لهم من دونها سترا، يحتمل احتمالين: إما أنه عندما توغل في أقصى الشرق اكتشف قوما بدائيين لا يزالون عراة الأجسام بحيث لا يسترهم من الشمس أي شيء، وإما أنه اكتشف قوما منبوذين بالعراء يعيشون فوق أراضي جرداء لا ديار لهم ولا أشجار ولا كهوف عندهم ولا أغوار، وبذلك لم يكن بينهم وبين قيض الشمس وحرها أي ستار، مثل الصحاري الشاسعة والسهوب الواسعة. وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. الآية إشارة إلى الحالة التي وجد عليها ذو القرنين شعبا متخلفا معرضا لعدوان شعب أقوى منه بجواره يدعى ياجوج وماجوج، ولما اطمأن الشعب المتخلف الضعيف إلى عدل ذي القرنين وشاهد حرصه على الصلاح ومقاومته للفساد التمس منه أن يقيم بينه وبين جيرانه المعتدين سدا يحميه من غاراتهم المتكررة ما بين الحين والحين. قالوا: يا ذا القرنين، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ولم يسع ذا القرنين إلا أن يبادر إلى نصرة الشعب الضعيف وينزل على رغبته، فقال لرجاله: آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسة. وهذا الوصف الذي حكاه كتاب الله يفيد أن ذا القرنين أعانهم على ردم الممر الذي كان يغير منه ياجوج وماجوج، فكوم فيه قطع الحديد ثم أمرهم بالنفخ على النار لتسخين الحديد وإذابته، ثم أفرغ على الحديد المذاب نحاسا مذابا قطرا ليختلط به فيزداد صلابة وقوة. وهذه الطريقة التي لجأ إليها ذو القرنين ووصفها كتاب الله أقرت بفائدتها الصناعة الحديثة في هذا العصر، إذ أخذت تضيف نسبة معينة من النحاس إلى الحديد حتى تضاعف مقاومته وصلابته. ولهذا المعنى جاء التعقيب على ذلك بقوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه،
وما استطاعوا له نقبا، أي فلم يستطع بعد ذلك أبناء ياجوج وماجوج، لم يستطيعوا أن يتصوروا السد المحكم الذي أقامه ذو القرنين نظرا لملاسته، ولم يستطيعوا نقبه للإغارة منه على الشعب المجاور نظرا لصلابته. وهكذا تحول الشعب المهدد بالغارات إلى شعب يعيش في بحبوحة الأمن والاطمئنان، وأكبر أبناؤه ما أسداه إليهم ذو القرنين من عظيم الإحسان. لكن لما أعربوا له عن شكرهم وامتنانهم، بادر ذو القرنين إلى التبري من حوله وقوته، ونبههم بدلا من ذلك إلى شكر الله على فضله ورحمته، قال: هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. ثم عقب ذو القرنين على إقامة السد، بما يفيد أنه لا بد أن يأتي يوم يدك فيه السد دكا، إشارة منه إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، عندما تخرج الأرض أثقالها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقال فيما حكى عنه كتاب الله: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا.